المورد الثالث الذهبي في الجزء 48 من صفحة 28 إلى صفحة 40 سنة 55 و600 توجيه الهدايا إلى هولاكو. وفي رمضان توجه الملك العزيز بن السلطان الملك الناصر يوسف وهو صبي مع الأمير الزين الحافظي وجماعة بهدايا وتحف إلى هولاكو. لاحظ أن يتقبل الهدايا، أرسلوا إليه الهدايا، يطلب الهدايا، يطلب الأموال. يكمل الذهبي سنة 56 و600 قتل ابن صلايا، سار هولاكو قاصدا إلى أذربيجان فنزل إليه بدر الدين صاحب الموصل فأكرمه ورده إلى الموصل ونزل، لاحظ هذا، نزل إليه فأكرمه ورده إلى الموصل ونزل إليه تاج الدين ابن صلايا فقتله، فقيل إن صاحب الموصل كان في نفسه من ابن صلايا، كان حاقدا على ابن صلايا، كان في نفسه على ابن صلايا شيء وأشياء، كان في نفسه من ابن صلايا، فقال لهولاكو هذا شريف علوي فربما تطاول إلى الخلافة وتقوم معه خلق، فلهذا قتله هولاكو ولم تطل لصاحب الموصل بعد ذلك حياة. أقول المنهج التيمي العشوائي الانتقائي يدعي حسب مشتهياته وأهوائه وتدليساته، فصاحب الموصل لؤلؤ صار عمره 100 عام تقريبا وهو على أبواب الموت، فموته الطبيعي متوقع في أي لحظة، لكن التيمين يربطون موته بوشايته بابن صلايا عند هولاكو، معتمدين في ذلك على القيل أي على سوالف العجائز، فيما وجدناهم قد قطعت ألسنتهم وبلعوا ألسنتهم في واقعة خيانة لؤلؤ وعمالته لهولاكو وإمداده بالمال والمؤونة وكل احتياجات عساكره، إضافة إلى انضمام عساكره إلى عساكر المغول ومشاركتهم إياهم في الهجوم على جيش الخليفة العباسي وإسقاط بغداد والقضاء على الخلافة، وهذه واقعة حقيقية هم يقرون بها، أما تلك فسوالف عجائز، وهذه هي سوالف وسوالف التيمية التعبانة وروزخونياتهم التدليسية. إذن في قضية سوالف العجائز بأنه قيل أن لؤلؤ هو الذي وشى بابن صلايا فأخذوا بها ورتبوا عليها وقالوا الله سبحانه وتعالى انتقم من لؤلؤ فقصف عمره وقصر عمره لأنه وشى بابن صلايا، اعتمدوا على القيل. أما حقيقة عمالة لؤلؤ وخيانة لؤلؤ ومساندة لؤلؤ ومشاركة لؤلؤ في الهجوم على بغداد وإسقاط الخلافة والخليفة وإسقاط بغداد، هذه واقعة، هذه سكتوا عليها وسكتوا عنها وبلعوا ألسنتهم وقطعت ألسنتهم هنا، علما أن هذه واقعة حقيقية هم يقرون بها، أما تلك فسوالف عجائز، وهذه هي سوالف التيمية التعبانة وروزخونياتهم التدليسية.